زحفنا على الغاصب. دافع أحمد باي والي قسنطينة. شرف البلاد احنا نطلبوا بيها من المعلنين شرف الفرساني الشيخ الحداد والمقراني معكم زراقي. دار الثقافة المكتبة الرئيسية بالإضافة لهذه المؤسسة يغطي حوالي 30 مكتبة سيدعم إن شاء الله القطاع مع نهاية هذه البلاد لكم منا ألف تحية. تعتبر الوكالة الوطنية لتسيير القطن والسفر في 11 سبتمبر 1956 مبادئ الهلال الأحمر الإنساني وكذا الخدمة التطوعية الوحدة وكذا العالمية. عدد اللجان المحلية 20 لجنة محلية. نستفيد من التحليل القرآني على التسامح رقمية 29% وكثيرة أخرج منهم 28% من أهل الكتاب القرآني. فهمت هذه المدينة في كل التضامن تراكم أكثر من الناس من خلال صندوق الزكاة. Thank you.
هي جامعة البطل والرمز الشهيدة العربي بن مهيدي، والآن مع مديرية الخدمات الجامعية. مديرية الخدمات الجامعية عدد العمال 9975، عدد القناة الجامعية 7. قالوا نحن فينا الوطن ونحن فينا الجزائر، وقالوا نحن قراب الجزائر، نحن أبناء القرية. تخلوا عن النقاش وقاء الدراسة والتحقوا في جامعة الشهيد ويوفر بالولاية 30 مؤسسة تكوينية، هم 5 معاهد وطنية متخصصة، 13 مركز للتكوين المهني، 12 ملحقة للتكوين المهني. كما يبرم المتواجدة في الولاية وكذا الولايات السياحية، مصلحة الصناعات التقليدية، مصلحة الإدارة والوسط. لقد عرف قطاع النقل خلال السنوات بالفارقة قفزة نوعية. إنجاز ميزاني لتعليم السياحة بعين بيضاء ومسكيانة قيد الاستغلال. بل إلى ذلك دراسات الإنجاز، 5 محطات حضرية في أرض البواقي، عين مليلة، عين البيضاء، عين فخرون، وعين كبير.
65 مليون متر مكعب، سدس سباطة 62 مليون متر مكعب، الحدود الكبيرة 8، السعة الإجمالية 5 مليون متر مكعب، الحواجز النبوية 3. من البلديات إلى مدينة الوحدة، كأس بلدية تم إنشاء مراكز للدول الوطنية للتصريف على مستواها، وهو أمر واقعي إلى أن تكون الطيبة مسيرة دريس في دور صبر الناس فينا ونفس الجمعة، يقدم طول شرق المسيرة من طرف الديوان الوطني للتصريف على مستوى وكذلك المركز المتنقل بالحرملية، الشركة الجزائرية للتسيير والفرونتان، مركز للفرع التجاري بحران أم البواقي، ويسجل 65 محطة وقود عبر أمراض الولاية، مركز تخزين غاز البخار المنيلة التابع لمقاطعة جي تي ال فصل كاش مسكر على مسافة 130.1 كيلومتر يربط بين قسنطينة وتبسة، الطريق الوطني رقم 100 على مسافة 54.900 كيلومتر صبح راس، الطريق الوطني رقم 100 بحيث تعرف بأول
الماحطات
بالبلاد ما حصار والدماء الزاكيات الطائرات والجنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ذرة حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 إذا نواصل بإحياء الذكرى 64 الاندلائي فوزي التحريري المبارك التي كانت في مثل هذه الليلة من أول نوفمبر من سنة 1954 مباشرة من دار الثقافة نوار أبو بكر بالإشراف المباشر من السيد ولي ولاية أم البواقي مستمعي إذاعة أم البواقي الجوية البرنامج مستمر ونحن عرض شريط حول تطور النشيد الوطني الجزائري قسما والشريط من إنجاز الأستاذ باسمها. الشعب الجزائري كله بأحر التهاني وأطيب التمنيات راجين لله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا جميعا بالرفاه والسعادة وأن يحفظ جزائرا الغالية من كل سوء. الأغنية الثورية والنشيد الثوري عرفت تراجعا فظيعا منذ الاستقلال. فالأغنية الثورية تحتضر بعدما كانت الأغنية الثورية تحظى باحترام الجميع في كل المناسبات لا تقوم إلا بالأغنية الثورية والنشيد الثوري. فالأغنية الثورية رسالة مشفرة تحمل دلالات ومعاني كثيرة بين المجاهدين والسكان حتى في وجود المستعمر وأثناء وجوده بين الثوار لا يفهم هذه الرسالة المشفرة التي كانت تقوم بين المجاهدين وسكان تلك القرى وتلك الأرياف. ومن بين الأشعار أو الأغاني الثورية التي كان يؤديها الثوار من بينها والمتداولة خاصة في منطقة الأواس وعلاش علاش يا مروانة في التليفون لا تكلمني الطوموبيل راهي تجري وإن شاء الله يفرج ربي هذه رسالة معناها أرسل الوثائق بسرعة وحذاري من المستعمر وعملائه وإن شاء الله ستتم العملية بخير. كانت بعض الأغاني تؤدى مثل يا ربي سيدي وش عملت أنا لوليدي ربيت بيدي ودته بنت الرومية وتعني التجنيد الإجباري للجزائريين وتعبر عن حرقة الأم لفقدانها لابنه. زوج ذراري طلعوا الجبال هزوا الفوش يزادوا الرفال ضربوا ضربة جابوا لي شار يا حمودي نجمة وهلال. وهي أغنية تعمل على الترغيب في الجهاد ضد المستعمر والصعود إلى الجبل. ميلة الرجال ميلة لهم يباتوا في الجبل والبرد عليهم الفوشي في الاكتاف والعوين في يديهم كلها رسائل مشفرة والمقصود منها تعظيم الرجال الذي يدفعهم حب الوطن إلى التضحية بأشياء كثيرة إلى درجة. إذن حزب الشعب الجزائري بقيادة مصالح الحاج جمعية العلماء المسلمين شعب الجزائري مسلم الشيخ عبد الحميد بن باديس حزب أحباب البيان والحرية بقيادة فرحات عباس نشيد من جبالنا مثل فداء الجزائر روحي ومالي أنا في سبيل الحرية فليحيا زعيم الشعب المصالي مثل فداء الوطنية والتحية الجزائر مثل الهلال والتحية فيها العربية. هنا ذكر الشهيد مصالح الحاج. كتابة النشيد الوطني الجزائري قدمت في أواخر سنة 1955 داخل الزنزانة في سجن بربروس. التحليل الموسيقي للسلام الوطني هي ملحمة إنسانية والملحمة هي قصة طويلة مليئة بالأحداث غالبا ما تحكي قصة شعب من الشعوب وتحركه من أجل بناء مجتمع أو أمة بأكملها. عقدنا العزم كانت في السابق وفي النشيد السابق كانت وحلفنا لكن مفتي زكريا كرر الكلمة وأعادها بحرف وعقدنا العزم. عقدنا العزم تكون أقوى وأشد على المستعمر من وحلفنا وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. إذن هذه الحروف نظرا لقوتها في إعطاء للكلمة معنى كررت بالترتيب أو بتواتر مجموع التواترات لحرف الدال 31 مرة لحرف العين 21 مرة وهكذا إلى أصبح حرف الطاء وهو الحرف لن تكون فيه قوة لكن مرغما أصبح حرف الطاء موجود في الجمل وفي المعاني. أول من لحن النشيد الوطني هو التوري محمد التوري الذي لحن أول نشيد قسما للجزائر. الشاعر مفتي زكريا
ألحان الفنان الجزائري محمد التوري، سجلت أول مرة في منزل مفتي زكريا بحي القبة بالعاصمة. الصيغة الأولى لنشيد قسما لكن للأسف مرفوضة، ومرفوضة لأنها لم تراعي أو لم يراعى فيها المعايير، وهو تحريض الشباب على الصعود إلى الجبل، ولحنها كان لحنا طربيا. ننتقل إلى الصيغة الثانية لنشيد قسما، وكان من طرف التونسي محمد التريكي، ولد في 25 ديسمبر 1899 بتونس. وهذه الصيغة الثانية التي لحنها محمد التريكي لنشيد قسما، شاعر مفتي زكريا، الحان الموسيقار التونسي محمد التريكي. تم أول تسجيل لهذه الصيغة في مقر البعثة التعليمية الجزائرية شارع ابن خلدون بتونس. ذلك مرفوض لانه اعطى لكل مقطع، هي خمس مقاطع، لكل مقطع اعطى له لحن، وبالتالي اصبحت هناك خمس مقاطع واصبح اللحن ممل في النشيد الوطني. انتقلوا بعد ذلك من محمد التريكي إلى، وفي 3 جوان 1956 تسلم أحمد توفيق المدني ومحمد خيضر مهام البحث عن النموذج الموسيقي الذي يليق بمقام النشيد الوطني، فتوجه إلى القاهرة، وشاءت الأقدار أن يكون الملحن محمد فوزي من إذاعة صوت العرب، هو الذي لحن النسخة الأخيرة أو الصيغة الأخيرة لنشيد قسما. النسخة الأصلية سجلت على الهواء مباشرة من إذاعة صوت العرب بالقاهرة في إحدى الساحات العامة. الصيغة الثالثة لنشيد قسما، الشاعر دائما مفتي زكريا، تلحين الفنان المصري محمد فوزي. ما ستسمعونه نسخة أصلية سجلت على الهواء مباشرة من إذاعة صوت العرب عن حفل جماهيري أقيم في إحدى الساحات العامة بالقاهرة. الجزء الأخير من المقطع الأول، وحلفنا إن متحيا الجزائر بي، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، وكذا في البيت الثاني من المقطع الثاني تم حذف كلمة فرنسا من نشيد الوطني، لم تكن تصغى فرنسا وأصبح لم يكن يصغى لنا لما نطقنا، إذن هنا في هذا البيت لم تكن تصغى فرنسا، إذن حدد فرنسا بالذات، لكن لم يكن يصغى لنا أصبحت مبنية للمجهول، من هو الذي كان لم يصغى لنا؟ لم تكن تصغى فرنسا، لم تكن تصغى الأمم المتحدة، لم يكن يصغى لنا الذين كانوا يسالوا فرنسا، إذن مفتي زكريا استبدى كلمة بفرنسا وبناها للمجهول، لم يكن يصغى لنا لما نطقنا. تم إضافة المدخل الحماسي من طرف الموسيقار هارون رشيد، وهذه هي اللمسة التي كنت أتحدث عنها فيما سبق. لمسة هارون رشيد أعطت للحن حماسا أكثر. هذه اللمسة، قرع الطبول. أشهد أن نشيد رسمي للدولة الجزائرية نظم بسجن بربروس في الزنزانة رقم 69 تاريخ 25 أبريل من عام 1955.
تقسيم نشيد قسم كنشيد وطني مؤقت حسب المادة 75 من دستور 1963 إلى غاية جانفي 1986، تاريخ تقديم مشروع من طرف الحكومة لحذف المقطع الثالث، وفي مارس 1986 صادق المجلس الوطني على قانون يقرر نهائيا النشيد الوطني بمقاطع الخمس المعروفة حاليا. يصغى لنا، من هو الذي لم يكن يصغى لنا؟ لم تكن تصغى فرنسا، لم يكن تصغى الأمم المتحدة، لم تصغى لنا شعوب العالم، لم تصغى لنا مستضعفي العالم. فاشهدوا يا مستضعفي العالم، يا أمم المتحدة، يا فرنسا، يا من كان يساند فرنسا بأن الجزائر سوف تخرج من أيدي المستعمر وسوف تستقل إن شاء الله. منصور لك الأستاذ إدريس بن عامر على هذه الإفادة الطيبة في خصوص تاريخ النشيد الوطني قسما، ونمر إلى نشاط آخر وشريط آخر ولحظة مع خالية الإعلام بمديرية الشباب والرياضة بإشراف مباشر من السيد ولي ولاية أم البواقي السيد مسعود حجاج، عرض شريط حول إنجازات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. من يقتل من في الجزائر؟ الوطن بلا أي نحو المجهول. في عز المحنة التقى القدر رجاله، ومن نفق الدماء والدمار لاح بصيص أمل لإخراج الجزائر من محنتها. كان هذا الشريط من أداء خلية الإعلام لمديرية الشباب والرياضة بإشراف من والي أم البواقي، وجاء هذا الشريط في نفس اتجاه رسالة رئيس الجمهورية التي بعث بها اليوم بمناسبة الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية. متواصلون دائما من دار الثقافة نوار بوبكر وعبر أمواج إذاعة أم البواقي الجهوية، وتواصل البرنامج واللحظة عرض فني موسيقي لأوركسترا سيمفونية لجمعية منابع الإبداع من ولاية الجلفة. ومن ها هنا مروا، كانوا هنا وتنهد البحر، تحية إجلال وإكبار، تحية وفاء وامتثال لكم أيها الشهداء. ومساءكم كعبق هذا المكان معبق بدماء الذين حملوا بأيديهم استجابات الزمان. تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وبعد، سيدي الوالي، بحب الألقاب والمقامات، فإذا كانت الثقافة هي الوعاء الذي تجتمع فيه كل الآراء، فإننا اليوم نجتمع في حضرتكم لإحياء هذه الذكرى الغالية في ولاية أم البواقي، الحالمة جهادا وعلما وفنا وأدبا. الاسم جميل محيط
اسمه جميل. الجهوية أنا المباشر وبهذه المناسبة إذا ولي ولاية أم البواقي السيد مسعود حجاج في صورة تذكارية مع الفرقة وكذلك تكريم من قطاع ثقافة ويسلمه ولي أم البواقي لفرقة منابع الإبداع من ولاية الجلفة على مشاركتها ولاية أم البواقي في الاحتفال بالذكرى 64 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة ونحن قبيل ساعات ودقائق ساعة ودقائق معدودات من ساعة الصفر لهذه الليلة المباركة. إذن الحفل متواصل والاحتفال بالذكرى 64 لاندلاع ثورة التحرير متواصل مباشرة من دار الثقافة نور أبو بكر وعبر أمواج إذاعة أم البواقي الجهوية ومتواصلون دائما مع العرض الغنائي وضيفة شرف هذه الليلة الفنانة دنيا الجزائرية التي ستكون مرفوقة بفرقة الكاهنة. مساء الخير. Thank you.
تقولش. سلام سلام على بلاد الأحرار، على جزائر الأحرار. سلام شعب الأبطال، سلام على الشعب الواحد المتوحد. سلام على شهدائنا الأبرار. سلام والسلام عهدنا. أول نوفمبر 54 تاريخ عظيم. مجدنا ماضينا حاضرنا ومستقبلنا. أول نوفمبر عهدنا وأمانة لشبابنا. تحيتنا لأبناء جيشنا وأبناؤنا في الأمن وكل الساهرين على سلامة الوطن وأمانة الشعب. تحية للسلطات الولائية السيد الوالي، وكذلك للسيد مدير الثقافة. وأقول تحيا الجزائر ولتحيا الجزائر. بذكرى عزيزة على قلوب كل الجزائريين، الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية. تلك الثورة التي قادها رجال ما أرادوا إلا أن يستقل هذا الوطن، وما أرادوا إلا العزة لهذا الوطن، وما أرادوا إلا أن يعيش جيل تحت سماء جزائر حرة مستقلة. نوفمبر بسم الله الرحمن الرحيم. نداء إلى الشعب الجزائري. أيها الشعب الجزائري، أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا، نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة. نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هو أن نوضح لكم الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل، بأن نوضح لكم مشروعنا والهدف من عملنا ومقومات وجهة نظرنا الأساسية التي دفعتنا إلى الاستقلال الوطني في إطار الشمال الإفريقي. ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها الإداريون وبعض محترفي السياسة الانتهازية في أوضاعه الداخلية، متحدا حول قضية الاستقلال والعمل. أما في الأوضاع الخارجية فإن الانفراج الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من بينها قضيتنا التي تجد سندها الدبلوماسي، وخاصة من طرف إخواننا العرب والمسلمين. إن أحداث المغرب وتونس لها دلالتها في هذا الصدد، فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحريري في شمال إفريقيا. ومما يلاحظ في هذا الميدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعين إلى الوحدة في العمل. هذه الوحدة التي لم يتح لها مع الأسف التحقيق أبدا بين الأقطار الثلاثة. إن كل واحد منها اندفع اليوم في هذا السبيل. أما نحن الذين بقينا في مؤخرة الركبة فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته الأحداث. وهكذا فإن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسها محطمة نتيجة لسنوات طويلة من الجمود، وحركتنا التجديدية تظهر تحت اسم جبهة التحرير الوطني. وهكذا نتخلص من جميع التنازلات المحتملة، ونتيح الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات الاجتماعية وجميع الأحزاب والحركات الجزائرية
أن تنضم إلى الكفاح التحريري دون أدنى اعتبار آخر. ولكي نبين لكم هدفنا، فإننا نصيد لبرنامجنا السياسي الهدف إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية أو ديني، الأهداف الداخلية التطهير السياسي، التطهير التأويلات الخاطئة، وللتدليل على رغبتنا الحقيقية في السلم، وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء. فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة الفاتح من نوفمبر 1954. في هذه الساعة تدق ساعة الصفر على أنغام النشيد الوطني. نستقبل يوما جديد هو يوم للبناء والكفاح، نشيد الوطني. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. شكرا للجزائر، شكرا لمن ضحى من أجل هذا الوطن الحبيب، شكرا لمن أراد أن تحيا الجزائر حرة مستقلة. مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل الوفاء لدماء الشهداء. يا نسوة رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، هي الكلمات التي قالها الرعي الأول من الجزائريين. وها نحن اليوم نحيا في ظل جزائر مستقلة، في ظل وطن ينشد العزة والكرامة لكل شعبه. يتقدم الآن كل نبيل ووضع أكاليل من الفروض تكريما للشهداء ثورة التحرير. Jazeera.